الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة المتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع إن شاء الله يكون قصير وواضح، كيف يمكن لنا تقليل مربعات الخطأ في معادلة الخط المستقيم. هي حتى أكون يعني دقيق هنا، هي عملية optimization أو الحصول على القيم المثلى أو القيم الحرجة التي تجعل الخطأ في التقدير أقل ما يمكن بدالة الخط المستقيم. هذا الموضوع متداخل بين الاقتصاد الرياضي والاقتصاد القياسي، أرجو الانتباه. نبدأ على بركة الله. الآن نقوم في هذا المقطع بحساب القيم الحرجة لكل من نقطة تقاطع الخط المستقيم ما يسمى الانترسبت اللي هي A، وميل الخط المستقيم the slope اللي هو B بواسطة الاشتقاق الجزئي كما يأتي. الآن لنفترض بأن دالة الخط المستقيم معطاة بالصيغة الآتي. هذه الآن دالة الخط المستقيم، هذا المتغير التابع عندي مجموعة مشاهدات عنه I تساوي 1 2 3 4 حتى N مثلا منها. فإذا Y sub I هاي اللي هي المتغير التابع هذا يساوي A زائد B مضروبة الآن هذه في المتغير المستقل. كذلك الأمر لدينا عدد نون من المشاهدات تبدأ بـ I تساوي 1 وتنتهي بN، زائد الخطأ في القياس أو الخطأ في التقدير أو ما يسمى بالخطأ العشوائي. وأكرر هنا المتغير التابع، هذه نقطة التقاطع، هذا هو ميل الخط المستقيم، هذا المتغير المستقل، وأخيرا هذا هو الخطأ العشوائي نسميه random error. فالآن نريد أن نقدر دالة خط مستقيم اللي هي y sub i تساوي a زائد bx بحيث يكون هذا أقل ما يمكن. هذا أقل ما يمكن. هذه الآن الصورة البيانية تبين بأن مثلا هذه النقاط المبعثرة، هذه نقطة وهذه نقطة وهاتان يعني هاتان نقطتان وقاع الخط المستقيم بالضبط، فهذا يعتبر خطأ. هنا الخطأ صفر، هنا الخطأ صفر، هنا الخطأ الرابع قيمته سالبة، هنا الخطأ الأول قيمته موجب، وهكذا. فنريد أن نجعل الأخطاء هذه مثلا الخطأ الأول والخطأ الرابع، طبعا هؤلاء صفر قيمتهم، لكن الخطأ الأول وراء نريد مثلا كمثال هنا أن نجعلهما أقل ما يمكن من بواسطة ما يسمى الاشتقاق الجزئي أو الأوبتمايزيشن اللي هو القيم المثلى لـ A و B. ما هي أفضل قيمة لـ A وأفضل قيمة لـ B التي تجعل الخطأ هذا أقل ما يمكن؟ نتابع معادلة خط المستقيم مع الخط العشوائي ثاني مرة. هذه الآن نعيد ترتيب العبارات كما يأتي. لاحظوا الآن وضعت كل القيم هذه، يعني نقلتها إلى الطرف الأيسر، ثم الطرف الأيسر فأعطاني yi سالب a سالب b في xi يساوي i، أو هذه في المقدمة يعني لا فرق بين هذه الصيغة وهذه الصيغة. ei الآن تساوي y sub i ناقص a أو اللي هي سالب a سالب b في xi. الآن ما نقوم به في الطرف الأيسر يجب أن نقوم به بالطرف الأيمن. إذا أضفنا هنا أي كمية يجب أن نضيفها هنا، إذا طرحنا، إذا ربعنا، وهكذا. فالآن ربعنا الطرف الأيسر، لاحظوا لي EI تربيع، يعني ربعنا الأخطاء العشوائية حتى نستطيع القيام بعملية optimization أو الحصول على قيم مثلى. فتساوي بالحالة هي مربع الطرف الأيمن اللي هو كل القوة الآن Y sub I سالب A سالب B في XI الكل تربيع. هذا الآن هي القيمة. الآن لاحظوا لي كذلك الأمر، يعني ربعنا هذا الخطأ، هنا خطأ لأنه صفر صفر، هنا ربعنا هذا، فهي مجموع مربع الأخطاء كمثال هنا. هذا اللي هو مربع هنا، وهي ربعنا الخطأ، عفوا يعني هنا الآن ربعنا هذا الخطأ، الخطأ الأول مثلا، ثم ربعنا الخطأ الثاني، وهكذا لكل الأخطاء. طبعا بكون في عندي نون من الأخطاء، في منها صفر، منها سالب، منها موجب، لكن المجموع يجب أن يكون صفر حتى نخلص من هذه هذا فنربعها. الآن آخر نتيجة كانت هذه EI تربيع تساوي الكل تربيع داخل قوس Y sub I سالب A سالب B في XI، أوكي الكل تربيع. نقوم الآن بجمع قيم مربعات الأخطاء. الآن نريد أن نجمع هذه القيم كلياتها، مربع الخطأ الأول، مربع الخطأ الثاني، وهكذا حتى نصل مربع الخطأ اللي ترتيبه نون أو N. فالآن إذا جمعنا مجموع مربع الأخطاء اللي هو from I equal 1 to N، من I تساوي الأولى اللي هي من الخطأ الأول حتى نون من الأخطاء، تساوي بالحالة هي مجموع الطرف الأيمن تربيع. هذه الآن حتى لا تخاف منها يعني الطالب المحترم ولا المتابع،
هذه يعني شكلها شوي بخوف أو مخيف شوي، لكن هي سميها كيو، تستطيع أن تسميها كيو حتى تنتهي من الخوف هذا، وهذه متعامل معها بكل أريحية. فالآن نتابع بإذن الله، نقوم باشتقاق مجموع مربع الأخطاء، هذا مجموع مربع الأخطاء اللي هو كيو، جزئيا المرة الأولى مرة بالنسبة إلى A، هذه الـ A، ومرة نسبة إلى B. لماذا؟ الآن لاحظوا لي أنه أنا الخط المستقيم هذا الأحمر يمر من بين النقاط، هذه نقطة، هذه نقطة، هذه نقطة، هذه نقطة، هذه نقطة. الآن عندما أريد أن أمرر وأن أجعل بعده عن أي نقطة، الفرق هذا بعيد، هنا الفرق هذا يجعله بعيد عن هذه النقطة، عن هذه النقطة. فالآن حتى أقلل هذا الخطأ وهذا الخطأ، أبدأ بتحريكه مرة يمين مرة يسار، مرة إلى الأعلى مرة الأسفل، حتى يكون الخطأ هذا أقل ما يمكن. ما الذي يتأثر بإني الآن حركته إلى اليمين إلى اليسار إلى الأعلى إلى الأسفل؟ سيتأثر A وB. إذن هنا يكمن سر إني بدأ أشتق الآن، سأشتق جزئيا مرة لA بالنسبة لA ومرة بالنسبة لB وهكذا. الآن آخر نتيجة كانت هذه Q تساوي مجموع all يعني مجموع from I equal 1 to N، أو من I تساوي 1 لنون، اللي هي مربع ماذا؟ داخل قوس YI سالب A سالب B في XI تساوي اللي هي مجموع المربع الأخطاء. الاشتقاق نسبة إلى A، هذه الآن partial Q partial A، المشتقة الجزئية الأولى للQ هذه اللي هي تساوي هاي كما ادعينا حتى لا يخوفنا الشكل. فالآن partial Q partial A المشتقة الجزئية الأولى لQ نسبة إلى A تساوي الآن مشتقة القوس كله 2 2 ومضروب الآن طبعا بالقوس نفسه، مضروب الآن بمشتقة ما داخل القوس اللي هو طبعا لأننا قمنا باشتقاق بالاشتقاق بالنسبة لA، فبيطلع عندي سالب واحد، هنا نساويها بالصفر لأنه الآن نريد أن نقلل مربع الأخطاء. هاي أول معادلة. المعادلة الثانية اشتقاق نسبة إلى B، الآن هذه partial Q partial B اللي المشتقة الجزئية الأولى لQ نسبة إلى B تساوي 2، يعني مشتقة القوس كلياته 2 في القوس نفسه في مشتق داخل القوس نسبة إلى B، لكن مشتقة ما داخل القوس نسبة إلى B هي سالب Q عفوا سالب XI، هذه نسويها بالصفر. الآن بدنا نحل، يعني نحتاج إلى حل هاتين المعادلتين آنيا. من المعادلتين واحد واثنين بقسمة الآن الطرفين أوكي على، وهذه على سالب 2، لاحظوا لي حتى نخلص من 2 هذه ومن 2 هذه، وهي سالب وهي سالب هنا، فبنقسم كل معادلة على سالب 2 نخلص، بطلع عندي الآن هذا الشكل الأنيق هنا لمجموع YI تساوي NA زائد B في مجموع XI، وهذه الآن مجموع XI. طبعا بعد ما ارجعوا لي هنا أحبتي الطلبة والمتابعين، هنا ارجعوا لي كيف نفكفك هذه وكيف نفكفكها بعد ما ندخل احنا السوميشن نوتيشن، نخلص من اثنين نخلص من اثنين والسالب والسالب. فنتابع هنا، اذا نحصل على هذه المعادلة، هاتان معادلتان تسميان في الاقتصاد القياسي وبالرياضيات المعادلتان الطبيعيتان للمربعات الصغرى اللي هي normal equation for the least square، المربعات الصغرى the least square. الآن هدفنا من خلال عملية optimization أو الحصول على قيمة له أن نحصل على قيمة A و B التي تجعل المربعات الصغرى أقل ما يمكن، minimization of the error. نتابع. تسمى صيغتان كما ذكرت الأولى والثانية هذه وهذه، المعادلتان الطبيعيتان المربعات الصغرى least square normal equations للحصول على حلول لهما نجعلهما نعالجهما آنيا كما يأتي. الآن كيف نعالج؟ التقدير، لا من معادلة واحد ننقل القيمة التي تحتوي إيه لطرف واحد لنحصل على ماذا؟ هلا لاحظوا لي قبل قليل كيف كانت هذه شكل، أجعلها في مكان واحد الآن وأنقل هذه إلى الطرف الأيسر، بطلع عندي الآن NA تساوي مجموع YI سالب B في مجموع XI. تعلمنا من مبادئ الإحصاء البسيط بأن مجموع YI تساوي N في
متوسط واي اي ومجموع اكس اي تساوي ان في متوسط اكس اي بقسمة طرفي المعادلة على ان. الان هذه تقدير من علم اي وضعنا عليها هذه الاشارة بنسميها هات، فاي هات تساوي واحد على ان في مجموع واي اي سالب بي مضروبة في واحد على ان على اكس اي وتساوي، لاحظوا الان يعني قيمة اي هات تساوي وسط المتغير او متوسط المتغير واي اي سالب بي في الوسط او متوسط المتغير اكس، لاحظوا او اكس اي، فهذه الان قيمه بي لكن بي 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 ما زالت غامضه. الان سنذهب الى المعادله الثانيه ونعوض بدل اي هذه القيمه حتى نحصل على بي. وتابع الان من المعادله الثانيه، لاحظوا هذه المعادله الثانيه تساوي مجموع from i equal 1 to n y i مضروب في x i وتساوي a في مجموع x i زائد b في مجموع x i تربيع كلها. لاحظ الان هذا المجموع يساوي a hat، عوض هذه a تساوي هنا a hat في مجموع x i زائد b في مجموع x i تربيع، نعوض عن a هذه نعوض عنها بالقيمة التي حصلنا عليها قبل قليل وهي متوسط y سالب b في متوسط x، لكن هاي مضروبة في xi زائد b في مجموع xi تربيع. بالتبسيط يعني وال يعني اختزال بعض الأشياء تصبح هذه، حتى نخلص من الان الان نقسم على n نستنتج من هذه القيمة هنا اللي هي واحد على n في مجموع yi سالب b في واحد على n مجموع xi مضروبة، لكن هذه مضروبة هنا كل هذه مضروبة داخل القوس، فبتكون النتيجة قبل النهائية هذه قبل النهائية اللهم مجموع yi xi تساوي واحد على n في مجموع yi مجموع xi سالب b في واحد على n مجموع xi مجموع xi زائد b في مجموع xi تربيع. الآن نتابع النتيجة هذه بالتبسيط كذلك أمر، نعيد ترتيب القيم كما يلي: مجموع x i y i سالب واحد على n مجموع x y i في مجموع x i سالب لاحظوا لي هنا هذه سالب واحد على n في طبعا سالب b في واحد على n مجموع x i مجموع x i زائد b في مجموع x i تربيع. إذن b الآن مضروبة في الطرفين لأنه أخذناها عامل مشترك الآن، وهذه وضعناها بالطرف الأيمن هنا يعني أصبحت الآن B اللي إشارتها موجبة في المقدم وهي سالب، فأخذنا B عامل مشترك يكون عندي مجموع XI سالب واحد على N مجموع XI مجموع XI، وبتكون النتيجة قبل النهائية. هكذا نعرف طبعا مجموع YI بأنها تساوي N في مجموع Y بار كما ذكرنا، ومجموع XI تساوي N في مجموع X بار كما ذكرنا. نعم كما ذكرنا، ما يعني بأن المعادلة الآن تصبح كما يلي: النتيجة النهائية هي تصبح الآن كما يلي، أي أن B هات تساوي حاصل جمع YI في XI سالب N في Y بار X بار مقسم على مجموع XI تربيع ناقص N في كل هذه القيم X بار تربيع، هذه B. لكن A الآن نعيد هنا لاحظوا التقدير طبعا A أرجع لها اللي هي تساوي، دعنا أرجع إلى A بعد إذنكم بسرعة بسرعة هاي كمان مرة شوية اصبروا علي حتى نخلص هي هذه هي الـ A. A هات تساوي Y بار سالب B في X بار، لأننا الآن حسبنا قيمة B بدون أي يعني مجاهيل فنعوض عنها بتطلع عندي القيمة لا اي هات. نرجع الان للسلايد الاخير او الشريحة الاخير اللي تقدمنا، نضرب مثال الان طبعا هنا هذه القيم بي هات. الان مثال تقدير مربع الصورة اعتيادية طبعا اوبتمايزيشن، نفترض وجود الان البيانات التالية هذه هي 1 4 8 15 22 لواي اي واكس اي تساوي 2 5 6 10 15، المجموع هنا مجموع واي اي يساوي 50 مجموع اكس اي يساوي 38. الان نحتاج الى تربيع هذه القيم ثم ضرب حاصل يعني حصول على حاصل ضرب واي اي في اكس اي، فهذه الان مربع 2 طبعا هنا الاكس اي
2 صارت 4، ال 5 25 مربع، ال 6 36، ال 10 100، وال 15 225. أما حاصل ضرب واي اي في اكس اي اللي هو 1 في 2 يساوي 2، 4 في 5 يساوي 20، 8 في 6 يساوي 48، وهكذا حتى نحصل. فإذا هذا هنا مجموع الاكس اي مجموع الواي اي، وهنا مجموع اكس اي تربيع مجموع اكس واي او واي اي في اكس اي. الآن هنا نحتاج هذه للحصول على الاكس بار والواي بار وهكذا. فبتكون بالحالة هاي من هذه البيانات نحسب x بار تساوي مجموع x i على n تساوي 38 على 5 تساوي 7.6، y بار تساوي مجموع ال y i على n تساوي 50، هذه ال 50 مقسم على 5 تساوي 10. إذا الآن هنا مجموع x i y i تساوي 550، مجموع x i تربيع الكل تربيع، هنا تربيع هذه غلطة طباعية اعذرون عن هاي x i لقوة تربيع وليس أن، تساوي 390 اللي هو هذه مجموعها. فإذا الآن بكون بيتا هات إذا ما أخذنا كل هذه القيم بين الاعتبار، مجموع واي اي اكس اي سالب أن في واي بار اكس بار مقسم على مجموع اكس اي تربيع ناقص أن في مربع الوسط الحساب يساوي 550 سالب 5 مضروب في 7.6 مضروب في 10، ومقسم كله على 390 سالب 5 في مربع الوسط الحسابي الى اكس اي اللي 7.6 وتساوي 170 على هذه القيمه و101 وسطين. اذا الان بيتا هات تساوي 1.678898. اما بي اذا ما عوضنا الان اي هات تساوي واي بار سالب بي هات في اكس بار تساوي 10 سالب هذه لأنها سالب بي حسب القيمة تبع سالب مضروبة في 7.6 اللي هي مربع اكس بار وبتطلع قيمتها سالبة سالب 2.7665. إذا الصيغة النهائية الآن معادلة خط المستقيم تكون كما يلي، أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجيا أن أكون قدمت الفائدة لكم أحبتي جميعا، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.